كله عاجبني يعني، حتى الشوط الاول رغم ان الاهلي لم يسجل فيه اهداف لكن تشعر انه في روح، في اصرار، في عزيمه، وكل اللي بيفهم في الكوره كابتن سيد كان متاكد وحاسس ان الاهداف قادمه. الحمد لله طبعا على الفوز، الحمد لله على النتيجه. يمكن النتيجه الساعه الاولى كانت هائله جدا جدا، لكن ما كانش كده جمال الاهداف. يمكن في الثانيه 35 لو حصل حضرتك عندك الهيئات ولا لا، لكن في الثانيه 35 عرضيه من صبري رائعه جدا خدها، نعم، او اقوى احمد حمودي بشكل رائع جدا، كانت ممكن تبقى من الاجوال الحلوه جدا جدا جدا. لكن الثانيه الساعه الاولى كانت من احسن ما يكون. يمكن صحيح. يمكن بعدها بشويه كده بدات دخلت تخش في الجيل، لكن الشوط الثاني اعتقد من احلى الاشواط اللي ساعدت في السنه دي. نعم. يمكن الواحد بيتجهز كل بيحيي اللعيبه وبيشكرهم على التعامل الجيد جدا 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 مع اللقاءات. يعني ممكن الفوز يتاخر الشوط الثاني، ممكن يجي في بدايته، ممكن يجي في نصه، ممكن يجي في اخره. هي وقت ان هم يجي في الدقيقه 90 حتى ما تشغلناش المنتخب خالص، لكن خبرات اللعيبه وشخصياتهم قدرت انها تتعامل مع النقاط بشكل كويس جدا. الحمد لله طبعا على المكسب، والحمد لله على الاداء، ويا رب تشرح اللي جاي احسن باذن الله. كابتن سيد، عايز اسالك عن قصه كوليبالي، والكلام كان كتير، كوليبالي وصفقه مضروبه، وانه الاهلي بيفكر يعيره، وانه الاهلي عايز يمشيه، وانه حسام البدري مش مقتنع بيه، وان الجهاز الفني مش مقتنع بيه، وهكذا. دلوقتي كوليبالي بيلعب حوالي نص ساعه، بيسجل هدفين وهدفين جميلين، بيصنع اهداف، بيشكل خطوره على المرمى. عايز تقول ايه للي استعجلوا واللي اتكلموا على الراجل، واللي بيستعجلوا دلوقتي برضه ويتكلموا يقولوا عليه انه صفقه ناجحه زي ما استعجلوا قالوا انه صفقه فاشله؟ بص يعني كلامنا مش هيتغير، يعني احنا بنقول اللعيب هو اللي عنده الاراده في الملعب ولا لا. اداؤه يمكن من كل ده تحت المحاولات بتسال عليه. حسام بدري بيجي بيتعامل مع المباريات او اللعيبه الافارقه، يختار لهم فريق مظبوط، الفرقه فايقه وفرقه كويسه وعندها بشكل كويس قوي بشكل جماعي. يعني هو كمان يكون بدا ياخد ثقه، وبدا يتعرف على اللعيبه وتجانس مع اللعيبه والحاله النفسيه، فانت الحاله الفنيه كمان، يعني بيتعلم مع ده وبيتكلم مع ده وبيتكلم مع ده. انت فاهم الحته اللي هي بتبقى الحاجات اشبه الحته الاجتماعيه بتاثر بالتاكيد كمان في ناحيه الجزء الفني والملعب. مباراة بيتس وعزاز كان معانا وكان ممكن يبقى له دور كمان، لكن اهداف مباراة بيتس والوصول للدور الثاني بنتيجة معينة خلت التعامل معاه يكون متأخر شوية. النهارده هو بينزل امتى؟ بينزل وانت متعادل على فكرة. ده معناه ايه؟ ان انت خلاص المؤشر بقى عندك كويس جدا، واللعيب ده ثقة جامدة جدا وسط اللعيبة، بتدي له في وقت صعب وبتدي له في وقت انت محتاج فيه الفوز. المؤشر ده جالك خلاص من خلال التدريبات الجماعية يعني. ف يعني خلي بالك شوية، انت عارف انك كويس وانت واحد من الناس اللي مدرسه النادي الاهلي، يعني طالما الامر مستقر داخليا يعني الناس هتجتهد، الناس تقول لا خالص ما حد اجتهد زي ما انت عايز. المهم ان الربع الداخلي يكون موجود. العكس لو هو ده اللي حاصل بتبقى الامور مش مظبوطه، لان كل ما يبقى فيه استقرار داخلي هيبقى فيه اداء في الملعب ونتائج هتبقى في الملعب. لو العكس ما هو اللي موجود، لو ما فيش استقرار داخلي والدنيا كلها تبان انها كويسه لكن ما فيش استقرار داخلي، برضه النتائج هتنعكس في الملعب يعني. صحيح. ما بنزعلش ولا حاجه، لكن ارجع اقول ده حصل مع ازاي، بس الناس هي اللي بتنفع الفكره يعني. انها تقول خبر يعني ممكن يبقى مفرقع شويه عند الناس اكثر من هي تبقى حقيقه وغيرها. حصل مع ازاي، ازاي ما بدأش معانا ماتشين ثلاثه في الاول. صحيح صحيح. وبعدين خد مباراه وادي دجله برضه على فتره متاخره جدا من اللقاء، وبعد كده ادينا له فعلا مباراه بتروجيت اللي بتكون الذاكره يعني بشكل اساسي يعني، والراجل ادى بشكل كويس جدا يعني. لكن طبعا احنا مستنيين من كوليبالي وغيره على فكره، حصل كده مع جاي، وحصل مع نيجو جابر، وحصل مع احمد حمودي، لكن مستنيين منهم حاجه كويسه. هم والعناصر القديمه كمان اللي موجوده، انت بتلعب على طول الدوري، بتلعب على بطوله مهمه جدا جدا داخل في افريقيا الكاس، فمهم قوي ان اللعيبه كلها تكون موجوده بمستوى قريب من بعض عشان تقدر تنافس. طيب النهارده بيلعب ميدو جابر، وبيلعب احمد حمودي، وبيلعب كوليبالي، تقريبا كل الصفقات الجديده لم يتبقى سوى عمرو بركات. يا كابتن سيد، هل بنفس الاسلوب والطريقه اللي مشي بيها الجهاز الفني مع الثلاثي جابر وحمودي وكوليبالي ماشي ايضا مع عمرو بركات؟ لازم تختار توقيت مهم جدا جدا للعيب الجديد تحديدا. الاهلي اسم كبير قوي، اسم كبير جدا، فهي في شخصيات بتندرج بشكل سريع جدا جدا ويبقى لها دور سريع، وفي شخصيات بتقل شويه، لكن الاستمراريه هي الاهم. مين استمر ده المهم، يعني مش مين خد الاول ومين خد بشكل سريع، المهم مين استمر. تمام. يعني زي ما بدات مع حضرتك الكلام، انت بدري بيجيد ان هو يختار توقيت مثالي ومظبوط، لكل واحد على حسب امكانياته، وكل واحد على حسب البوزيشن اللي فيه، وكل واحد على حسب قدراته.
نعم كابتن سيد، الكلام الكتير اللي اثير خلال الاسبوع الماضي خصوصا بعد الخصومات لاحمد فتحي، او بعد الكلام اللي عن الخصومات لاحمد فتحي، حسام غالي، عماد متعب، وقالوا انه في حاله من التسيب والاهلي ينهار اداريا، وقراراتك اللي كانت واضحه، شايف انها رب ضرورات نافعه، وده عاد الامر كما كان من الاول للنادي الاهلي اللي ما اهتزش من الاصل؟ بص يا كابتن شوبير، يعني في 1907 تم انشاء النادي الاهلي، النادي الاهلي واحد انا بعتبره يعني من الانديه، او مش نادي عادي، مش نادي طبيعي يعني زي كل حاجه، عنده الحته الاصول المصريه والتقاليد المصريه والمبادئ، يعني دايما الناس تقول لك مبادئ النادي الاهلي، مبادئ النادي الاهلي، مبادئ، هي مش مدونه في الكتاب على فكره. نعم. مش مموضة كتير، لكن من كتر ما النادي الاهلي ما عملها بقت الناس عارفاها بترددها. نعم. من غير ما تقول مثلا هي ايه مبادئ النادي الاهلي، هي ايه 1 2 3 4 5 6 7 8 10، هي الناس بترددها من كتر ما النادي الاهلي يعني عنده مواقف بتتفتى رغم كل حاجه. تمام. فانت بتتكلم على رز النادي ومبادئ النادي واسس النادي، يعني كلها ثوابت موجوده في النادي الاهلي، وكلها ثوابت يعني لازم تبقى حاططها مع كل التعاملات. من 1907 لحد دلوقتي الاهلي مر بازمات كتير قوي على فكره، لكن عظمته جت من كيفيه التعامل مع الازمات، مش من عدم وجود ازمات. هو لازم هيحصل اي، او هتحصل حاجه او هتحصل، لكن الردود الافعال بتاعتها هتبقى عامله ازاي؟ تتراكم مع النادي ولا لا؟ انا بدي دلوقتي صوره كامله كده عشان الناس تبقى عارفه النادي الاهلي، يعني كل المواقف اللي حصلت مع النادي الاهلي بالتاكيد كان لها مواقف وكان لها مردود بشكل كويس قوي، وكان ليها تعامل جيد، الموضوع اتقفل خالص. لكن ارجع واقول لك، المهم عندي، المهم عندي بالنسبه لي ما تشغلنيش الدوله الاعلاميه، ولا احنا بنمشي ورا شارع مثلا، ولا بنمشي ورا جمهور، ولا بنمشي ورا الاعلام، وبنحترم كل